في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. نبدأها شمالا، سلاك غبار خفيف 39 عفوا إلى 26، عرعر أيضا غبار خفيف 38 إلى 24، وتبوك أتربة مثارة 36 إلى 23. المنطقة الغربية طقس مستقر وصافي في عموم المناطق، المدينة المنورة 41 إلى 30، جدة 38 إلى 25، مكة المكرمة 43 إلى 30، الطائف 34 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 32 إلى 25، أبها 31 إلى 20، جازان 34 إلى 31. بالنسبة للمنطقة الشرقية أجواء حارة بشكل لافت، الإحساء تسجل 47 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الدنيا تسجل 31 درجة، الدمام 45 إلى 28، وحفر الباطن 46 إلى 32 عفوا. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 29، بريدة 41 إلى 28، وحائل 36 إلى 24. إلى اللقاء.